يا ولد. ليه؟ هذا شلون تركب؟ وش هي؟ كذا كذا صح؟ غطا. لو ركبتها طاح ذا. ايش؟ اسمعني. هو يكون هذا منكسر. فكه فكه ودخله. شفت هذا فكه ودخله مع عجم كذا عشان يجيك زين. ما تجي تتوقع. ما يجي. كبشر ابشر يا ابو. انا اعرفها بس اني ابغى اشب ضد الحمار. اتحداك تعرفها ولا ما اعرفها؟ لا تعرف لها انت. ما اعرف لها. انا كني اعرف لها لكن والله اني بعرف منك لكن عشان اشب ضد الحين. تدري ايش جايب هذه ليه؟ تنادي شباب. لا انا صرت يقطع صوت يقطع. والله جديد. يعني ما ادري من الصوت العادي. من ليله متقطع اصوات تقطع اصوات وصحنا ما حد سمعنا. صوت ينبح انا صوت ينبح. ابشر والله بالقهوه اللي تبي تطير اعماسك. والله كفو. ابشر والله بالقهوه اللي تبرد خاطرك. والله بالعين يا ابو فهد. هذه انا من هذول ما بطيرهن يجني. حتى لو كانت جديدة لازم تغسلها ترى. أنت يا أبو فهد دائما تصير فيها يزيد. حي والله أشي الشغلة الجديدة حلوة حلوة. احتاج لك نفسك تسوي شيء. أبو فهد. أنا أشهد. ما هو اللي. الإجابة من؟ أخواني الله يخليهم لك. وأمي بعد. الله يخليها لك ويحفظها. طول عمرها يرزق برا ان شاء الله. امين. شوفك معرس ان شاء الله. انا خوفي بس بكره تضيع. انا بعلمك. انا حرص عليها. هات تبي الخطه؟ تاخذ خطتي؟ باخذها انا جيب قفل هنا في قفل مفتاح. هذا قفل يمكن تروح كلها بقفل هذا تروح. هذه مشكله. شنو راحت؟ اعلنت انسحابي من هالبرنامج. لا والله ما تروح يا ابو فهد. استغفر الله الله يقبلك. يعني خلاص قبلت معك. غلط يا ولد بسوي قهوه يا ولد. لا. قهوه وشاي وانت قهوه مثل الناس ومثل العالم. اولع معك. ايه. سم. سم الله يبوك. احترافية جميلة. عاش من جاب الفناء جيل ودالة. شوف 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 اخو محمد. ونعم عليك زوج حيا الله ابو فهد. ارحب ابو سامي. حالك طيب؟ مرحبا. ترحب المطر. شلونك؟ ابشرك على خير ان شاء الله. كيف امورك طيبه؟ شيك اخيرا دل رجعت لك جديده. كفو الله يحيي ابو سامي. الله يديك يعافيك. ايش حالك طيب؟ امورك زينه؟ والله برد ما ينفع هذا ما ينفع بروح البس. اوه الدراية ما تدري وينها؟ لا والله ما اعلم. على البركه العزبه. الله يبارك فيك. ترى في عزك ان شاء الله. لا تسال شو دخلها. ترى في عزك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ما تضيع. منك ان شاء الله قهوه ومنها ان شاء الله معاميل. قل ليش جايب هذه؟ قل ليش جايب هذه؟ عشان اقول اقصف على كيف اذا احد يسولف.
اسمع الصوت، قلت يلا شكله بيجي بصوت ماله. واحد كلمة صيح يا ما نبي تقطع اصوات. كذلك ما نبي تقطع اصوات الحين. لا طيب اذا هذه ما نفعت ايش بيصير؟ اطرق. هذا ما شاء الله توصل لاخر. انا عندي جمله. طيب ولا طول السالفه ولا طول السالفه كلمة تخرب كلمة. اسمع انا عندي جملة ما ودي اخربها، قلت ترى بعطيك اطراق، صار لي سنتين ما اعطيتك اطراق، لو اعطيتك اطراق راحت الجملة ذي. طيب واللي طول السالفة؟ واللي سالفته ما بحلوة؟ اذني تعال. لان يعني زاد. يا ربي والله. طيب اذا شفت الكذبة، لا شوف قسم يدك، شفت واحد كذاب. انت كذاب. وش الليله؟ عادي شارك. راح قد حذروني لا تجي الوادي مكان رجلي حولت. شوف كيف النقطة الاحترافية من هناك. الله يا ولد، علومك علو كلها طيبة، اللهم لك الحمد. عليك جود. أنا على شو اسمه عزبتي الجديدة اللي اليوم راح أعلن إني ما راح أكمل القهوة والشاهي. مرة مبادرة ذي. مبادرة إن شاء الله. تكفى يا أبو شاهي، انتبه معي. تكفى الزعل. لا تروح علي. مرة أزالة. انا خايف بكره تنكب ولا شوي ولا اقول مره يوجي اره حتى لو انكبت انا بغطي عليك. اي سولف سولف ايش ايش يا ذا ايش فيك انت؟ الرجال حي اللي ينفع رفيقه وخويه بيض الله وجهه. وجهك يا قلبي ولا سويت شيء. جايب لنا العزبه وجايب لنا القهوه وجايب لنا العلبه. هذه ثالث عزبه اجيبها يا رجال. بيض الله وجهه. لو انها ما تضيع ما رشوه، بس تضيع هذا المشكله. المشكلة أنا أضيع ونقول بيض الله وجهي. شكرا الله. والله أنت تستاهل العلم. لعلي يديها ما تجيها النار يا رب العالمين. آمين آمين. اللي جابتها. يا حلوة حلوة، الله يخليها لي. الله يخليها لك ويحفظها. حتى هذه جايبتها، جعني مع عدمها يا ربي. وبيض الله وجهها بعد، أنها ما تنشدك عنها. حنا شفت بالبيت؟ طق وطقيق يا رجال. بعد الحين يعني دلعتك يعني شوي. عجل ويش؟ حالة. والله انها ما نستني والله. انت تشوف سويدو سويدو. هاي ايش طلع عليك ببعض؟ ابك تقاطع سويداء كلش ولا سويداء؟ من اشهد العقب ذاك الليل خلاص ما حد يجيه. ما حد يجيه؟ مره مرتين انا حرصه بالليل هني. والعلوم ابو شايع؟ العلوم السعد. ابيك بالله ابيك بصوتك ابو شايع. ايش كثر ما واقف. ايه الله الله. ابي اخر ابي من احساس. ابشر. ايه من كثر ما ضاقت من احبابي عيوني ما عاد شفت الطريق اللي يوديني. شريت ببكاي ضحكاتهم وبكوني شريت ببكاي ضحكاتهم وبكوني احرقوا دم قلبي في شراييني ومروا علي مثل الاشباح وتعدوني لا ضيعوا عقلي ولا غيروا ديني ومن رخصهم لو من دموعي شحبلوني ما كل دمعة يطيح اثنين من عيني ما كل دمعة يطيح اثنين من عيني. يقول يا معجبه قفلي وانسي تلفوني انا على خوت اسمع عاد يمديني ان كالس في الهوى شوطنا ماراثوني لي بهولة خطوة وحدها وتكفيني بيني وبينه يكون الله في عوني مثل ما بين اليهودية والفلسطيني مثل ما عشتي بدوني عيشي بدوني ما كل من راح للبحرين بحرين
بحريني سهم تعداني وسهم قصر دوني وناس مياميني وناس مياسيري مروا علي مثل الأشباح وتعدوني لا ضيعوا عقلي ولا غيروا ديني من رخصهم لو من دموعي شحب لوني مع كل دمعة يطيح اثنين من عيني من كثر ما ضاقت من أحبابي عيوني ما عشت الطريق اللي يودي. يا سلام يا سلام سلامتك سلمت إن شاء الله نحبو يا ساتر الأخبار وين جاي وين جاي وين جاي يا ساتر الأخبار من صبيكم يا أهل الجنوب داريكم عقب البطاسة دبوا ما زارها سيفوا بشرى عنا صفين اسناس الهبا ضيق صدري وعيني تهلا برا صبر ومصبر فرجنا وياكم كل مسلم. يا رب تفك جراحه يا رب. والعلوم يا عيال. يا حيك يا ابو فهد وحي عزبتك وحي محلك وحي طاريك. مبروك يا ابو فهد. سم؟ مبروك. الله يبارك بعمرك. يعطيك خيرك وتشرف ان شاء الله. فهد قل لي قل وش؟ فهد ايش ذا؟ سيف في سولف؟ ها. سيف. سيف ولع لا احد يبتع سولف يعني ما حد يسولف لا احد يبتع السالفة لا في بعد سيف ولع انت كذاب اللي سالفت واضح انك كذب ولع سالفت واضح انك كذب فيه عنده يعني هذه انت كذاب سالفة طويلة طويلة اللي سال سام جي ما تضحك دقيقة هذا السابج عشان يتعب ما يجي. ما عاد يقط عندك حد. أنا بقول. الواد صيحة صيحة صيحة. تكل حالك زين قلت تشرب العالك. هذه أول دلة زين البرد الجديد. الحمد لله. ها؟ دلة جديدة وكل شيء جديد اللهم. طيب طبخت أنت الدلة عاد. الله يعطيها لك الدنيا. مستأنس يا أخي تحس إنها جاية كنز. طبخت الدلة. طبخت الدلة شلون؟ لازم تطبخها عشان جديدة. حط قهوة وهيل وعويد وشاهي وخلها تطبخ تطي هي تطبخ. حتى الدلت لا من هجرت لا من هجرة الدلت تعود زين فيها زي كذا والله صحيح والله العظيم خلها تطبخ 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 تقول حوالي يمكن ربع ساعة وانثرها وغسلها وعقب زين كوتش كيف طالبيني كذا جديد والله والله انا صدق ما ادري والله الدلة ذي الحين صلحت بها الدلة ايوه هذه وجلست لك اسبوعين ولا ثلاث اسابيع هملتها ما صلحت فيها تعود تطبخ تخوج تهجر سما ايه تخوج تهجر الدلة يغدر حطها في الحقاوة كذا للأسف الله ما أعرف هذه بس يمكن يعني نسويها مع الأيام الجاية مع الدلال الجاية يعني ما تبزين هذا الحين لا للأسف بتاكل ودنا بالقهوة ترى تروح ربك الله خبرك مقطع صرتي راحت صرتي تدبل وعلنت يا الربع شيء جديد يا عيال شيء جديد اجي كبت القهوه ترى تقوموا تطقون علي تطقوني كل ابوكم عشان اتعلم يا كثر ما تنجلد هجر اجل الله بتكسر كثر ما تنجلد هذا كل يوم بمرض كل يوم يوه هاملا طلع بيرك الله يا روحي ولا يا بعد روحي ضيق كيف هبك لا تخليني حيا الله يا غيب يا سرع الرد هلا يا جنيل يا منة بطاني
ياسين ايش قلت عليه؟ يا وجع تبدي تبدي حافظه يعني محافظتها تطلع حار بيكون بالله خل هذا انا الله يعليك ابو صالح هذا شو هذا يعني ما ذوق حزين تاخذ السلسله ذي هم تقول بها انا ولد ابو خلاص اشترك فيني والله انك بطل انا حاطه من يا مال الزين يا صادق يا رايك حتى تلقى واحد زي لكن اذا ما يعني طلعت وما حد استخدمها حياك الله يا الله لا تتعلي اشكرك علي لا تسمى نعس عشان خمر ذي على طول تاكل خلت خمر ريحة السمن العسل ما أدري ما يصير ما أنا ما تقول عاه لا أشري ليلك وانت كذا يجي هذا جاي بيعك أبو مني عز الله إني أشقى أنت كات ما راتبي بدل ركض أنا ما أعرف شو تمشي أنا ما شاء الله عليه اللياقة بسم الله أنا عيني تبسم طيب خلي تبسم انا ولا من يا الله يغيرت لا لا اشوا يا الله يا ربي احد العب ذوبي هلا يا غايب عني عليك ارسل مراسل الغرام بلا بتا الاحزان وتوقف ردي اذبح طاري الفرقا ويحييني ونادي يا فلان اقرا الرسايل طالبك يا فلان ولفي شف غرامك ويش سوى في شراييني والله في هوا والله انا حق بضب انا بضب نبي مسحوب يا ودنا اسمع مليون نبي مسحوب انه اي بلا اسمع خبرك مسحوب ترى يقولون الاولين خلي كلمه الحقا مسموعه اشد بالله والله صدق اشد بالله الحين لو تمدح لك رجال ما حد يسمع والله ما حد يدري عنه كلمه انا طول راحت اي طريقه كيف تخبر مسحوب كيف نفس ذاك الاول ما جيت هلا هلا رحمن امك رحمن اخوك اجي وراك يهدر جاك في مسحوب مسحوب حافظ لا ذاك ما كنت لا في مسحوب لا 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 ابي 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 لا اجي خلي الحاصل بكره في الدروازه عسى لا يمين يا رجل جاك الله يسر امرك ايوه ما انت ابغى كذا طيب حبيبي لاني حسبنا الله حسبنا الهوى حسبنا الهوى تاسلياهم زوح وهما دران وقعه مثل رامي ثمان سبعين يوم تغنيت وياه عطنا الرجال يغني يوم مرت يغني في حياته ثمان سبعين يوم وياه خلاص خلاص يعني تم ملعبا خلاص غن الطالب يلومونني كفو سلام يا عمره عز الله يعزك والله العظيم اللي طير يا عيال راح عطى يا ولد اسلم والله يا عريس يا رايك ابوك يا اصبر كيف انت عطنا مسحوب مسحوب وتول قمر بان بان وعلى من امان العنوان مسحوب وايش ما نبغى اي مسحوب مسحوب يا اخي ما تحي لا تحيط انا غنيت يا اخي عطنا مش قاعد اعطنا اي شيء وش عطى من عطاك الله اي مسحوب زين اي مسحوب طار في بالك هلا يا حمام الدار ما شفت ولا جايك ترى ينفع المشحوب انا علمان يا با الشرفا انا الدار واهل الدار والعلم ما يخفاك انا الدار الزمان وقلع شاك
عذر للي يروح هناك وانا اليوم ظالي عذر ويش تعذر به الله يزيكم اثنين الله والله انك ظلمتني اسمع اعطيت زعفران ولا لا؟ لا 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 موجود لا لا تكرت جبل 17 تكرت اجيبك الحين خط الزعفران تكرت تحط تكرت تكرت اعطيت ليه؟ من ايش ذا؟ ايش ذا نوعه؟ ها؟ زعفران والله اعطني خيوط زعفران جديده والله لا اعطيك احد كان اجيك والله العظيم انه حلو صراحه والله العظيم مره قوي في هذه على طول وشلون اجيك انا عندي واحد من احطه على طول يطلع على يدي هذا ايش فيه؟ يا الله الله يا الله ادري بزين طلب يا بنك 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 والله انك والله انك هذا لا 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 هذا 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 وانت بتضربه وانت بجي صابر وانت بتضربه خل انت لا 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 هو صرح بنفسه يقول ضربوني خلاص خلاص ما انت بتضربه اليوم انت بتضربه بكره بكره ولا في الثلاث ايام انت هاي حيوم عند وانت بتضربه مني معدي معدي بس عشان نسيت ما تخرب اح اوه ذي ترى حق تنظيم الله يقطعه عيونك طلعنا عيونك طلعنا عيونك اجي مغطى الله اكبر عليك لا لا انا ما رضانا يا عاد في حاله شيء ولا وينها في حاله شيء ايه في تمر تبي انت ايش عندك دقيقه خلني اتذكر ما عندك ها انت عندك ما عندك عندي كيف تميمي تميمي اخذ زعفران الدنيا الدنيا وش عندك؟ شجرة ما عنده حلا خذ زعفران منو شجرة؟ دنيا تميم ما عنده تميم عنده ثياب ثياب احليه على ثوب جمله قدام الريجي ها هذا راس المال لكن ابغى حلا حلا الحين انت ما عندك ثوب بس لا بس الطريق لا الحين ما عندك ثوب هذا ما عجيب عند الرجال ومنها واحد من التميم الحين توجعني احتاجك ثوب ايش ذا عاد اللي بخلص خلاص تم تم بيض الله يجزاك تمامك حبيبي مقاس شبه موجود عند الدار عند الاداره عند ما ادري اي شيء عند الاداره اي شيء ما عند الاداره وين اخوك عند الاداره سيف يا لمن ني فازين يا محمد ابن اسره عسى الايام يفازين يا بطير حفراش هبل يا حسبنا الهوى تسلى يا ومزوح وهو ما دار وقعه مثل رمية الرشاش شلون تشتغل؟ بالولاعة الولاعة ركب الأحجار هاو بالله أدري عنك يا لو انك رايح تجيب كل لاعب كان أبرك لك أصرف لك من ذا اللي انت أبو شايع أبو شايع أبو طط رجال مشغول واضح ابو فهد قرا ابي الولاعه لازم اشتري لك حلق معي حلقك بالابادي والله العظيم انه مضبوط والله لفتره ملاحظ البادي يقطع ما يشوف شر ولا يجيك هاي خدمات اوسخ قطع قطعت الولاعه اللي بغيتها هلا اوسخ قطع قطعت الولاعه شو شيء اوسخ وشو ملابسك كذا توسخ يودا ولاعة وين راح؟ تسألني أنا ما وش دراني ولاعتك ولا ولاعتي؟ بجيبها بجيبها ولاعة وجيك بجيبها بجيبها راح غنى على ما جيك المفروض اخوانا كم جابوا ذي جابوا 800 هم يتولع حطها بذي صح في هنا ناس هنا عليهم في فيران في فيران الفار أنت الفارة أرحب وسحاب